كوبايه سكر، كوبايه زبده بدرجه حراره الغرفه، وعندي 3 كوبايات من الدقيق، ورشه ملح، ومعلقه صغيره من الفانيليا، وبيضه وشوكولاته سبريد. اول حاجه احط الزبده اهو، احط كده الزبده في العجان، دي اول حاجه هعملها. تمام، مقدار كوبايه كده، وهحط عليهم السكر واضربهم كويس جدا. هحط على البيضايه فانيليا، سواء سايله سواء باودر على حسب الموجود عندي، وهبدا ان انا احطه على الخليط. هحط على 3 كوبايات من الدقيق رشه ملح، خلاص، وهبدا ان انا اقلب كده الدقيق مع رشه الملح دول، خلاص، وابدا ان انا انزل الخليط. في حاجه بقى، في نقطه، انا لحد الوقت ده ينفع ان انا اضرب براحتي خالص، مجرد ما حطيت الدقيق لازم الم العجينه بس، مش اكتر من كده. اكتر من كده هتبقى عامله معايا زي العيش، كاني باكل مخبوزات كده بتقطم معايا، مش القوام والطعم والقرمشه بتاعه الكوكيز، لا مش هتديني القوام ده. فانا عايزه اول ما احط الدقيق هتاخد معايا حوالي 3 كوبايات دقيق، او ممكن تبداوا ب3 كوبايات الا ربع لحد 3 كوبايات، بس هي يعني انا الدقيق ده عشان مجرباه هتاخد حوالي 3 كوبايات من الدقيق، وهبدا المهم مع بعض. ماك ديكور تمام. ببدا بقى ايه، هشيل ده عشان اوريكو، عشان طبعا الزبده لسه جوه، انا عايزه اديها تقليبه كده اطلع كل الزبده والسوائل اللي عندي تحت اهو بالشكل ده، واديها ايه ضربه كده خفيفه كمان وخلاص. يلا خلاص، انا مش محتاجه اكتر من كده، دي كده بالنسبه لي تمام جدا، خلاص اهو. بصوا بلم العجينه بتاعت الكوكيز على بعض، بتبقى عندي بالشكل ده اهو، خلاص، مجرد بتحسوها مفروله، مجرد ما بتتلم على بعض اهي بتتلم، مفيش مشكله خالص فيها اهو. ده كده القوام اللي انا عايزاه للعجينه بتاعت الكوكيز اهي، تمام جدا كده. هبدا ان انا كده احطها على جنب وهبدا ان انا اشتغل بيها. عندي شوكولاته قبل الدهن، انا عايزه احشي شوكولاته قبل الدهن دي جوه الكوكيز بتاعتي. طب هحطها ازاي؟ هحطها بمعلقه هتقعد تسيح مني وهتبهدل لي الدنيا ومش هعرف احطها واحشي بيها كويس. فبعمل ايه؟ بجيب كيس ثلاجه وبجيب طبق، بجيب كيس تلاجة كده، بقوم جايبة معلقتين، معلقة تانية في نص، وببدأ ان انا احط، بصوا الشوكولاتة قبل الدهن دي بحط شوية كده في معلقة، تمام، وبقوم منزلة بالمعلقة التانية اهي اهي، شايفين؟ بفضل اعمل الحجم بقى او الكمية اللي انا عايزاها بالشكل ده اهو، لحد ما بشوف انا عايزه اعمل كام واحده كوكيز، او هعمل شويه محشيين وشويه لا، على حسب بقى اهو. بصوا بعملها كده بمنتهى السهوله عشان احطها في الفريزر واخليها تجمد خالص، انا عايزاها تجمد تبقى زي كاني ماسكه قالب شوكولاته خام مجمد، تمام. تعالوا بقى اوريكم بعد ما جمدت بقى شكلها عامل ازاي.
اهو حطها في الفريزر اهو. بصوا بصوا بتجمد ازاي، جامده خالص اهي خلاص. ما مش ما يعني ماسكاها زي كاني ماسكه قطعه كده مجمده. ده القوام اللي انا عايزاه خلاص عشان اعرف احشي بيها الكوكيز. اخد حته من الكوكيز واقوم فرداها كده واقوم حاشيه بيها بالشكل ده تمام، واقوم حاشيه بيها واقوم قافل عليها الكوكيز اهو واكور. سهله اهي وبسيطه جدا. نعمل واحده كمان، اخد قطعه كوكيز. بصوا بقى مهما يحصل هي مجمده خلاص جوه مش هيحصل لها حاجه. اخد قطعه كوكيز وافردها بايدي وابدا احط فيها قطعه من الشوكولاته المجمده اهي، وابدا اقفلها واكورها بالشكل ده. حابين بقى تزودوا عليها تشوكليت شيبس مثلا من جوه العجينه تمام، حابين تحطوا تشوكليت شيبس من فوق تمام. انا بشتغل ان العجينه بتبقى مكوره كده ما بفردهاش، لان الكوكيز معظمها زبده، فيعني فخدوا بالكم من الموضوع ده اهو. ممكن بقى تحطوا شويه شوكليت شيبس كده من فوق الوش لو انتوا حابين، يعني ممكن قطع شوكولاته مثلا على حسب ما انتوا هتحبوا اهو. وبسيب كده الكوكيز مكوره كده زي ما هي، بديها مساحه لما تفرد كده في الفرن. حابين تبططوها تبطيطه خفيفه خالص ممكن زي ما انتوا حابين اهو بالشكل ده. بخلص الكمية كلها بتاعتي وبدخلها فرن على درجة حرارة 220، بيطلع عندي الكوكيز بالشكل الحلو ده تمام اهي. بصوا بقى تعالوا نفتح واحدة كده، تعالوا بصوا بقى الشوكولاتة جوه. انا مش حاطة شوكولاتة خام، انا حاطة شوكولاتة قابلة للدهن، فالشوكولاتة القابلة للدهن بتبقى سايبة، بتبقى سايلة اهو. بصوا تعالوا نفتح واحدة كده، بصوا محشية بقى الشوكولاتة من جوه عاملة ازاي، بتبقى طعمها في منتهى الجمال. من الحاجات الحلوه جدا وسهله وبسيطه وتقدروا تعملوها والولاد هتحبها قوي. تعالوا بقى نقدمهم، نقدم كده شويه الكوكيز اللي عندنا. والنبي ما شفت شلت الحاجه من قدامكم معلش، اهو كده بالشكل ده. تعالوا بقى ايه نحطهم كده مع بعض. ممكن بقى تحطوا شوية شوكولاتة مثلا قابلة للدهن كده جنبها لو انتوا عايزين الولاد مثلا كداب كده زيادة مثلا، بيبقى برضو حلو قوي لطيف. لو انتوا حابين تعملوا كده اعملوا طبعا كده اهي، تبقى كوكيز لطيفة جدا والولاد بجد بتحبها قوي. ودايما الأفكار الحلوة دي بتبقى لطيفة قوي في الصيف وفي الأجازة، الولاد كده بيحبوا دايما طول ما هم قاعدين بيتفرجوا على حاجة أو بيلعبوا أو كده نبقى جايبين لهم حتتين كيك شوية كوكيز، الكلام الحلو ده بيبقى لطيف قوي وحلو جدا وهم كمان بيحبوه قوي.